العطف العطف إما ذو بيان أو نسب، والغرض لنا بيان ما سبق، فذو البيان تابع شبه الصفة، حقيقة القصد به منكشفة، فأوليا من وفاق الأول ما من وفاق الأول ناتولي، فقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين، وصالحا لبدلية يرى بغير نحو يا غلام يعمر، ونحو بشر تابع البكري، وليس أن يبدل بالمرضي. قال رحمه الله: العطف الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه، والعطف عطفان، عطف بيان وعطف نسق، والغرض لنا عطف البيان. قال: البيان تابع من التوابع شبه الصفة، أخرج التوكيد، وأخرج عطف النسق، وأخرج البدل، كل منها لا يشبه الصفة. ثم خالف الصفة بقوله: حقيقة القصد به منكشفة. عطف البيان يوضح متبوعه بشيء فيه هو لا بالمتبوع. إذا قلت: جاء أبو حفص عمر، عمر أوضحت أبا حفص بشيء في عمر لا بشيء في أبي حفص، بخلاف جاء زيد الفاضل، الفاضل كشفت زيدا بشيء فيه هو لا في الفاضل، واضح؟ أو في سببيه جاء زيد الفاضلة أمه، واضح؟ لكن عطف البيان يوضح ما قبله بنفسه هو لا بشيء في ذلك، واضح عندك؟ أنا أقول: فالبيان تابع شبه الصفة، حقيقة القصد به منكشفة، فأولينه من وفاق الأول ما من وفاق الأول النعت ولي. قال يوافق ما قبله كموافقة النعت، وذلك أربعة من خمسة، أربعة من خمسة: واحدة من حركات الإعراب وهي ثلاثة: رفع ونصب وجر، واحدة من الإفراد والتثنية وجمع ستة، واحدة من التذكير والتأنيث، واحدة من التعريف والتنكير. واضح؟ تقول: جاء أبو حفص عمر وافقت أبا حفص في التعريف والإفراد والرفع والتذكير، ويسقى من ماء صديد وافقت ماء في التذكير وفي الإفراد وفي الجر وفي التنكير. واضح هذا؟ فأولينه. قيل له: يا ابن مالك، النعت نعتان، نعت حقيقي وسببي، ونعت السببي لا يوافق متبوعه إلا في اثنين من خمسة، لماذا لم يحتج عنها؟ قالوا: النعت الحقيقي هو الأكثر في اللغة العربية، وهو المراد عند الإطلاق. واضح؟ قال رحمه الله: فقد يكونان منكرين، ويسقى من ماء صديد، شجرة مباركة، زيتونة، كلاهما منكر، كما يكونان معرفين: جاء زيد أخوك. قال رحمه الله: وصالحا لبدلية يرى. كل عطف بيان يصلح أن يكون بدلا، إلا إذا امتنع إحلاله محل الأول. مثال ذلك: يا غلام يا عمرا، لا تستطيع أن تقول يا غلام يا يعمرا. يعمر منادى مفرد علم، إذا ناديته ابن عبد الله تقول يا يعمر، يتحتم هنا أن يكون عطف بيان ولا تصلح البدلية. فهمت؟ كيف يكون تابع هنا؟ إذا كان عطف بيان كيف نعرفه؟ لما أسمعك، إذا كان عطف بيان كيف نعرفه؟ يوافق ما قبله في عربه: يا غلام يا عمرا. بارك الله فيك. يا غلام يا حرف نداء، غلام مبني على الضم في موضع نصب، يعمر عطف بيان على المحل، لأن المنادى بن عبد الله في محل نصب. واضح؟ قال طالب بن أبي طالب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم بعد يوم بدر يخاطب أبناء عمهم، قال: أيا أخوينا عبد شمس ونوفل، أعيذكما بالله أن تحدثا حربا. أيا أخوينا عبد شمس، يوافق أخوينا، كلاهما منصوب، أخوينا منصوب بالياء، عبد شمس منصوب بالفتحة، لكن نوفل لا يصح. إذا قلت يا نوفل لا يصح، تقول يا نوفل، ونوفل أخو هاشم، هنا يتحتم أن يكون عطف بيان ولا يصح أن يكون بدلا. كذلك تقول: كلا أخويك صالح وسعيد عندي. صالح عطف بيان ولا يصح أن يكون بدلا، لأن كلا لا يصح أن تضاف إلا لما كان مثنى بلفظ واحد معرفا، ولا تقول كلا زيد وعامل عندي، لا يقال هذا. قال: ونحو بشر تابع البكري، يشير إلى بيت عربي معروف: أنا ابن التارك البكري بشر، عليه الطير ترقبه وقوعا. أنا ابن التارك البكري بشر، بشر بدل بشر عطف بيان على البكري، ولكن لا يصح أن يكون بدلا، لأن العامل في البكري التارك، ولا تستطيع أن تقول التارك بشر، لأن الصفة إذا كانت بل، الوصف إذا كان بل لا يضاف إلا لما فيه ال، أو ما هو مضاف إلى ما فيه ال.
ووصل الولد المضاف الموصفر لموصلة بالثاني كالجعد الشعر أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب ورأس الجاري ورها أنا قوله وصالحا لبدلي يأتي وراء بغير نحو ياه لا ميعمرا ونحو بشر تابع البكري وليس أن يبدأ بالنظر ما لا يجوز إبداله ليس إبداله بالمرضي لا يجوز والله الضابط لهذا الضابط لهذا أنه إذا كان العامل في الأول لا يصح تسليطه على الثاني امتنعت البلدية وجدت حتى معطف البيان مثل يا هذا يا هذا الجالس الجالس لا مرحب مرحب لا يصح أن يكون الجالس أن يكون بدل لأنك لا تصف العربية يا الجالس لأن ما فيه إلا مرحب مرحب لا ينادى ما فيه إلا ينادى الله يحييك.